ظروف ينطلق الشوط الثاني كأس جندل. الخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي المبتدئة والفازة بسباق على مسافة 1500 متر. انطلاقة موفقة مع الجواد اللي هو رقم 7 جواد ضرغام الميدان. المحاوط خطف للصدارة من قبل الجواد اللي هو رقم 1 اي جي اس هجاج لخليفة حسن الجهني مع صالح المري على المركز الأول. أيضا محاوط الجواد اللي هو رقم 9 لويا لمبارك حسن المطوي مع سفيان سعدي على المركز الثاني. الآن أيضا محاوط الجواد اللي هو رقم 6 طيار الشحانية لسيد حسن بن علي المطوي مع فالح بوغريم يتقدم على المركز الثالث. رابعا محاوط الجريان مع الجواد اللي هو رقم 13 اي جي اس جساس لمربط الجريان مع المدرب محمد بن حمد العطية شتيبان مزور على المركز الرابع يتقدم بشكل رائع على المركز الخامس. سادسا محاولة من الداخل من قبل الجواد اللي هو رقم 5 مكابد لمربط الهدفة مع شاكر البلوشي على المركز السادس. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول، الصدارة والمركز الأول مع اي جي اس هجاج للسيد خليفة حسن الجهني يتقدم بكل قوة. طموحات الجواد اللي هو رقم 6 طيار الشحانية لحسن بن علي المطوي مع فالح بوغريم، فالح بوغريم على المركز الأول وعلى الصدارة. طموحات الجواد اللي هو رقم 11 نور الهادي، محاولة تقدم من قبل الجواد اللي هو رقم 15 اس كي دكتور لمربط السيد جاسم بن حمد العطية، لكن التصدر مع الجواد اللي هو رقم 13 اي جي اس جساس، اي جي اس جساس لمربط الجريان مع محمد بن حمد العطية في التدريب. الجواد اي جي اس جساس تيبان مزور إلى المركز الأول، الجواد اللي هو رقم 13 اي جي اس جساس لمربط الجريان المدرب محمد بن حمد العطية يخطف المركز الأول ويخطف صدارة هذا الشوط كأس جندل من نصيب مربط الجريان. ألف ألف مبروك على هذا الفوز. Official result for race number 2. In first place was number 13, AJS Jassas, owned by Algerian stud, ridden by Stefan Mazur. In second place was number 8, Cab Gazal, owned by the Shark stud, ridden by Alberto Sana. In third place was number 5, Mukabid, owned by Al Hedfa stud, ridden by Shahar Al Balushi. In fourth place was number 15, SK Doctor, owned by the Al Siege stud, ridden by Stefan Lajaj. And in fifth place was number 10, Mastura, owned by Her Excellency Sheikh Yasmin bint Mohammed bin Khalifa Al Thani, ridden by Lucas Delozier. إذن الصدارة والمركز الأول مع الجواد اللي هو رقم 13 اي جي اس جساس لمربط الجريان المبروك. ثانيا مع الجواد اللي هو رقم 8 كعب غزال لمربط شارك والخيل البرتو سنة. ثالثا مع الجواد اللي هو رقم 5 الجواد مكابد للهدفة مربط الهدفة والخيل شاكر البلوشي. رابعا مع الجواد رقم 15 الجواد اللي هو اس كي دكتور لمربط السيج مع الخيل ستيفان لجاج. وخامسا مع الجواد اللي هو رقم 10 الجواد مستورة لسعادة الشيخ ياسمين بنت محمد بن خليفة آل ثاني والخيل لوكاس توريزي. ألف مبروك للفائزين. Jockeys, Mr. Stefan Mazur. For the trainer collecting is Mr. Zakir Khan. And on behalf of Algerian stud is the owner, Mr. Mohammed Hamad Khalifa Al Attiya. Winning connections also receive one free breeding to Ashram in Al Bark. Congratulations to all connections.